ينضم الينا من غزه الدكتور مخيمر ابو سعده، استاذ العلوم السياسيه. دكتور مخيمر، اهلا وسهلا بك في هذه الساعه على القاهره الاخباريه. الى اين تتجه الامور؟ الى مزيد من التصعيد بالنظر الى هذه الجلسه او هذا الاجتماع الامني الذي يعقده نتنياهو؟ يعني من الواضح اننا في اليوم الرابع لهذه العمليه العسكريه التي تشن على قطاع غزه، ويبدو ان يعني هذه العمليه لا زالت مستمره بحكم مسالتين. اولا، عمليات الاغتيال التي تقوم بها اسرائيل واستهداف المباني المبنيه لم تتوقف، هذا من ناحيه. ومن ناحيه اخرى، يعني كان هناك اليوم رشقه صاروخيه قبل تقريبا ساعات الظهر من هذا اليوم، والتي وصلت أبعد مدى منذ بدء هذه العملية، وهي منطقة القدس. وكثير من الأوساط الإسرائيلية تعتبر أن يعني إطلاق صواريخ باتجاه منطقة القدس هي خط أحمر بالنسبة لإسرائيل. ولذلك حسب ما ورد من أنباء، يعني إسرائيل يعني قالت أنها ستوقف محادثات التهدئة الجارية في مصر نتيجة قيام حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق صواريخ لمدى أبعد يصل تقريبا 100 كيلومتر. وبالتالي يبدو أننا دخلنا في مرحلة أخرى من التعقيد، بحيث سنشهد خلال الساعات القادمة عمليات انتقام إسرائيلية، وبالمقابل رد من المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ على العمق الإسرائيلي. للأسف يبدو أن الحديث عن التهدئة كان حديثا متفائلا، وأننا أمام مزيد من العدوان الإسرائيلي خلال الساعات القادمة. فيما يتعلق بالحديث عن التهدئة، هل نحن أمام شروط بعينها من الطرفين من أجل الوصول إلى هذه التهدئة؟ وشروط المقاومة الفلسطينية كانت ولا زالت يعني على ما هي، وهو وقف سياسة الاغتيالات الإسرائيلية، وهي التي فجرت هذه الموجة الأخيرة من التصعيد. عندما أقدمت إسرائيل فجر الثلاثاء على اغتيال كبار قادة العمل العسكري في سرايا القدس، الجناح العسكري التابع لحركة الجهاد الإسلامي، هذا كان الشرط الأساسي والمطلب الأساسي. هناك مطالب أخرى ثانوية، مثل يعني استعادة جثمان الشهيد خضر عدنان الذي توفي في السجون الإسرائيلية قبل تقريبا 10 أيام، ولكن المطلب الأساسي هو وقف سياسة الاغتيالات. نتنياهو من جانبه يرفض هذا المطلب، ويعتبر بأنه الموافقة على مطلب وقف سياسة الاغتيالات هو بمثابة رضوخ للمقاومة وقبول بشروط المقاومة، ولا أعتقد بأنه نتنياهو أو حكومته ستقبل بذلك. يبدو كان هناك حل وسط بأن تتوقف حكومة، يعني وقد يبدو أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف أو يعني وقف سياسة الاغتيالات بشكل عام، ولكن كان هناك إصرار من الجانب الإسرائيلي على أن سياسة الاغتيالات ضد جهات يعني تحاول إطلاق قذائف صاروخية، أو هناك عمليات قيد التنفيذ، أو كما تسمى في إسرائيل يعني القنابل الموقوتة، بأن إسرائيل لن توقف سياسة الاغتيالات ضد هذه القنابل الموقوتة التي قد تنفجر إما بعملية استشهادية أو بإطلاق الصواريخ. ولكن يبدو الآن أن كل ذلك تبخر بعد إطلاق رشقة الصواريخ الأخيرة تجاه مدينة القدس المحتلة. هل يمكن أن نقرأ في هذا التصعيد من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن يعني هو يحاول إرضاء اليمين المتطرف، بدءا من تفعيل وتنفيذ هذه العملية العسكرية وقصف قطاع غزة واستشهاد ربما عدد من الفصائل أو عدد من قادة الفصائل الفلسطينية أو انتقائهم، ومن ثم تم تنفيذ عمليات اغتيال بشأنهم، وبالتالي هو يحاول اكتساب مرة أخرى عدد من الأصوات التي فقدها جراء التطورات التي كانت قبل أكثر من شهر في إسرائيل، التطورات الداخلية طبعا فيما يتعلق بمشروع القضاء وما إلى ذلك. بالتأكيد، يعني قبل البدء بهذه العملية، عملية الاغتيال، كان هناك انتقادات واسعة موجهة إلى نتنياهو من قبل شركائه في هذه الحكومة، وخاصة بن غفير وكذلك سموتريتش، الذين اعترضوا على عدم الرد على إطلاق الصواريخ الذي حصل قبل 10 أيام يوم استشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان. ويعني الكل يعرف بأنه
بن غفير لم يذهب إلى جلسة الكنيست ولم يذهب إلى جلسة الحكومة، كان معترضا على سياسة هذه الحكومة تجاه أطلاق الصواريخ من قطاع غزة، بمعنى كان بن غفير يريد رد من جانب الحكومة. والآن وهذا الرد الإسرائيلي قد جاء، هذا يعني إلى حد ما لبى شروط ولبى مطالب بن غفير والشركاء العنصريين في حكومة نتنياهو. وكذلك دعني أشير إلى أن حتى المعارضة اليسارية في إسرائيل كانت تطالب برد فعل على إطلاق الصواريخ قبل 10 أيام من قطاع غزة، ولكن الآن وقد حصل ذلك، وهذا سواء يعني عملية الاغتيال التي حصلت في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، يعني هذا أعطى لنتنياهو وللحكومة الإسرائيلية ما يسمى بالانتصار الرمزي من خلال اغتيال القيادة العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي. ولكن الآن وأن يعني هذا التصعيد مستمر لليوم الرابع، بعتقد بأنه يعني بدأ هناك ضغط على نتنياهو. الجبهة الداخلية في إسرائيل لا تحتمل استمرار هذا التصعيد، هناك خسائر اقتصادية وخسائر تجارية تعاني منها إسرائيل، هناك ضغط من منطقة غلاف غزة لا يستطيعوا أن يبقوا في الملاجئ لمدة طويلة، الحركة أصبحت شبه مشلولة في منطقة غلاف غزة أو على مسافة 40 كيلومتر من قطاع غزة. ولذلك يعني يبدو أن هناك بدأ هناك تململ في الجبهة الداخلية في إسرائيل بوقف هذه العملية بأسرع وقت ممكن. فعلى الرغم من الإنجازات التي حققها نتنياهو في الساعات الأولى من هذه العملية، بعتقد نتنياهو الآن بدأ يعني بدأ يتراجع، بدأ حتى الأجهزة الأمنية توصي في إسرائيل بأن يتم وقف هذه العملية بأسرع وقت ممكن. ولكن التطور الذي حصل اليوم باستهداف مدينة القدس يبدو أنه هذا أعاد النظر مرة أخرى في موضوع التهدئة، وكما قلت يبدو أننا ذاهبون باتجاه مزيد من التصعيد. ولكن على أي حال، أي استمرار لهذه العمليات العسكرية ليس في صالح نتنياهو وليس في صالح الجبهة الداخلية الإسرائيلية. طيب دكتور مخيمر، ما هي النقطة التي يمكن من خلالها تحول هذه العملية العسكرية الإسرائيلية إلى حرب شاملة ومفتوحة؟ نقطة واحدة، وهو دخول حركة حماس على خط الإطلاق الصواريخ بشكل معلن. يعني حتى اللحظة كل ما يحصل هو إطلاق للصواريخ من قطاع غزة باسم غرفة العمليات المشتركة والتي تضم حماس والجهاد الإسلامي، إضافة إلى 10 فصائل مقاومة فلسطينية هنا في قطاع غزة. ولكن حركة حماس لم تعلن بشكل يعني باسمها أنها هي جزء من عملية إطلاق الصواريخ. بعتقد لو دخلت حماس على الخط هذا يعني سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع، سنصبح أمام يعني حرب كبيرة أو حرب موسعة. ولكن يعني هذا لم يحصل حتى الآن. وبعتقد أنه فيما لو أقدمت إسرائيل كذلك على سياسة استهداف المدنيين، استهداف المباني المدنية، الاستهداف يعني أكبر خلال الساعات القادمة، قد يؤدي إلى توسيع يعني توسيع هذا التصعيد وتوسيع ضربات النار من الجانبين. هل يمكن أن نصل إلى توحيد الجبهات كما حدث ربما سابقا؟ وهناك فكرة فلسطينية تتحدث عن توحيد الجبهات، نتحدث عن الداخل الإسرائيلي أو حتى الضفة الغربية، قطاع غزة، الشمال في لبنان، سوريا وما إلى ذلك. هل نحن الآن في حديث أو هل هناك أي حديث يمكن أن تثار فيما يتعلق بتوحيد الجبهات؟ يعني بصراحة وبشكل واقعي هذا حصل مرة في عام 2000 وفي العام 2021 في مايو من العام 2021 قبل سنتين تقريبا، عندما كان هناك يعني استفزازات إسرائيلية ضد الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، كان هناك محاولات لاقتلاع الفلسطينيين من حي الشيخ جراح، كان هناك استفزازات إسرائيلية تجاه المسجد الأقصى، وبالتالي العنوان كان هو المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية هي التي وحدت الساحات كلها، ساحة غزة والضفة الغربي والقدس وكذلك ساحة داخل الإسرائيلي. ولكن أنا بصراحة يعني لا أعتقد أنه هذا يمكن أن يحصل بسهولة، ولذلك الحديث عن توحيد الساحات يعني أنا بعتقد هو تمنيات ورغبات أكثر مما هو أمر واقعي. يعني وخاصة يعني ساحة الفلسطينيين في أراضي عام 48، لا أعتقد أنه من السهولة عليهم أن يشاركوا
في مثل هذا التصعيد، لأن يعني الانتقام الإسرائيلي والسياسات الإسرائيلية كانت كثير انتقامية من فلسطيني الداخل. ولا أعتقد أنه يعني حتى ساحة الضفة الغربية التي تعرضت لعدوان مباشر منذ بداية العام، حيث سقط أكثر من 100 شهيد فلسطيني وخاصة في منطقة شمال الضفة الغربية، لا يعني لا أعتقد أن حتى الضفة يعني قادرة على أن تدخل في مواجهة مثلما حصل في عام 2021.